جزاكم الله خيرا. يقول حول الموضوع تقريبا شيخ صالح، في قرية من قرى المملكة يؤذن مؤذن للصلاة ويقيم، ثم يغلق مكبر الصوت ولا نسمع القراءة، والحجة هي نفسها التي ذكرت في السؤال الأول، كيف يمكن إقناعهم ورفع هذه الأفكار عنهم؟ الناس بين مفرط ومفرط، بين مفرط في استعمال الميكروفونات حتى يشوش على المساجد التي بجانبه أو حواليه والجيران، وبين مفرط كما جاء في هذا السؤال، وهو أنه يغلق الميكروفون فلا يسمع من خلف الإمام قراءة الإمام. هذا تفريط، والواجب الاعتدال، أن يفتح الميكروفون في الصلاة ويكون على قدر ما يسمع المأمومين داخل المسجد صوت الإمام بالقراءة والتكبير والصلاة حتى يقتدوا به. هذه الميكروفونات لا شك أنها من نعمة الله إذا استعملت استعمالا صحيحا، أما إذا استعملت استعمالا سيئا فإنها تكون مشوشة على الناس ومؤذية لا شك.